المحاضرة الثالثة نستكملوا أساسيات لغة السي شارب ضمن المقرر. وصلنا لعند المحاضرة اللي فاتت اللوبس أو الكنترول في السي شارب. عندنا أربع أنواع أو خمس أنواع من اللوبس، عندنا وايل لوبس، فور لوبس، وعندنا دو وايل لوبس، وعندنا نستد لوبس، يعني مجموعة لوبس متداخلة مع بعض، وعندنا وحدة إضافية أو نوع خاص يستخدم في الأوبجكتس أو الأري اللي هو فور إتش، فور إتش لوب، وده حنطرق عليه في موضوع الأري. عندنا بعض العمليات التحكم او اوامر التحكم في اللوبس اللي هن البريك ستيتمنت والكونتينيو. عندنا البريك اللي هي ايش؟ انهاء اللوب واستكمال البرنامج، يعني يطلع من اللوب ويستكمل باقي خطوات البرنامج. عندنا الكونتينيو ستيتمنت، نشوف الوايل لوب. الوايل لوب عندي هنا، عندي برنامج السينتكس بتاع الوايل لوب عبارة عن وايل كونديشن الشرط وبعدين الستيتمنت، مجموعة الستيتمنت اللي هي البرنامج. يبقى كيف تكون داخل البرنامج؟ عندي على سبيل المثال انتجر اي 10، الوايل ببساطة الكونديشن اللي هو اي اصغر من 20، تستمر الوايلز باخراج قيمة الاي، والاي هنا فيها عملية ايش؟ عملية انكرمنت، عملية زيادة، زيادة واحدة. طيب نجول فور لوب. الفور لوب السينتكس انتحها عندنا الانتجر، يعني حناية الانيشال فاليو او الانتجر تعريفها نوعها، وهنا الكونديشن، وهنا عملية ايش؟ الانكرمنت. نشوفه هنا انجر الانيشال فاليو بتاعها 10 او القيمة الابتدائية. عندي اللوبس هنا بدايتها انجر، القيمة الابتدائية 10، بعدها عندي اي اصغر من 20 هنا الكونديشن، وعندي بعدها هنا عملية الانكرمنت او عملية الزيادة. الزيادة هنا زيادة خطوة واحدة. طيب عندي كونسول رايت لاين اللي عملية طباعة قيمة الـ A صعب. نشوف الدو وايل. طبعا الدو وايل عكس الوايل، الدو وايل ينفذ الستيتمنت وبعدين يدير تشيك على الكونديشن، ينفذ يدير دو، ينفذ الستيتمنت وفي الأخير يدير عملية تشيك أو الكونديشن. نشوفه هنا عندي برنامج انتجر 10 دو وايل اللي هو انكرمنت اي، وبعدين شنو عندي اللي هو الوايل الكونديشن، حيطبع لي من 10 الى 19. هنا عندي نستد، نستد مثال اذا كان رقم برايمري، عندي اي وجي اللوبس، عندي فور اللي هي اي من 2 الى 100، حنفحص الارقام اللي هن من 2 الى 100 ونشوف الرقم اللي هو يمثل برايمري. في عندي هنا كونديشن اللي هو اي اللي هو جي اصغر او تساوي من اي على جي، اذا كان هي الباقي يساوي صفر يخرج من الحلقه، الحلقه الداخليه حلقه فور، ويستمر إذا كان هو جي أكبر، يعني باقي إذا كان ما فيش باقي قسمة يعني حيطلع، يعني ما هوش رقم، ما هوش رقم أولي أو عدد أولي. وإذا كان هو الجي أكبر من الآية على جي حسب الكونديشن هذا يطبع لي يكون رقم عدد أولي. فهنا نلاحظ المخرج من 2
إلى 97، هذه كلها الأعداد الأولية اللي في الرينج 100. طيب عندي نوع لوب ثاني اللي هو لوب انفينيتيف، يعني لوب مستمرة، لوب إلى ما لا نهاية. لوب ما لا نهاية الصيغة بتاعها اللي هي for فاصلة فاصلة فاصلة، يعني مفيش لا initial value ولا في condition ولا في increment. هيستمر البرنامج ايش؟ في عملية الإخراج أو عملية الطباعة. يعني مرات نحتاج إن لوب تقعد في عملية استمرار تكون بصيغة الطريقة هذه. الميثود، عندي ميثود كيف نستخدمها؟ أول شيء في الميثود تعريفها، كيف نحط الصيغة بتاعها نعرفها أو البنية بتاعها، وبعدين كيف ندير لها عملية استدعاء في برنامج الفرعي. نشوفوا عملية الديفاين تعريفها، شو محتاجة؟ محتاجة اكسس، يعني انك انت تخصص لها نوع الاكسس بتاعها، هل هي برايفت، هل هي بابليك، هل هي نوعها شنو. في المحاضرة الجاية حنتكلموا عليها الاكسس او الانكابسوليشن، مع انها ما هيش موجودة في المقرر عندكم سيلبس، لكن نضطر اني نعطيها لان محتاجين لها في تعريف الميثود، نوع الميثود. طيب عندنا الريتيرن تايب اللي هو القيمه اللي بترجعها، شنو هي الميثود هذه، وعندنا ميثود نيم الاسم والباراميتر اللي بتمررها عن طريق الميثود والميثود بادي. طيب السينتكس بتاعها، اول حاجه الاكسس، ثاني حاجة الريتيرن تايب القيمة اللي بترجعها شنو هي نوعها، بعدها الميثود نيم اسمها، وبعدها موجود البارامترز في بين قوسين بعد الاسم. نفس الفانكشن والبروسيجر. الميثود لما نقول لك ميثود تعني فانكشن وبروسيجر، ممكن ترجع قيمة ممكن ما ترجعش قيمة. لو ترجع قيمة هذه فانكشن، ولما ترجعش قيمة يعني تبقى هذه بروسيجر. ونطلق على اثنين ميثود. عندي اكزامبل، نشوف البادي او الديفينيشن وعملية الكولينج. عندي كلاس اسمها نمبر مانيبيوليتر، حنجي نعرف الكلاس هذه بابليك. بابليك شنو؟ انجر فايند ماكس، هذه الميثود بتاعي، نوعها الاكسس بتاعها بابليك، نوعها انجر، اسمها فايند ماكس، البارامترز البارامتر الاول انجر والثاني انجر. نجي للبادي، البادي بتاعها عرفت ستيتمنت الاولى انجر ريزلت، اف نمبر واحد نمبر اكبر من نمبر اثنين ريزلت، النتيجة اللي ترجع لي ايش؟ نمبر 2. else result في الحال، يعني حتشوف وين الأكبر، إذا كان هو النمبر 1 أكبر أو البارامتر الأول هو الأكبر حتدي له result، وإذا كان هو العكس النمبر 2 هو الأكبر حتدي له ايش؟ result. وعندي الريتيرن هنا المخرج بتاع ايش؟ الميثود. هذايا القيمة اللي بترجعها الميثود، return result. يبقى هنا تمت عملية الميثود، تعريف نوعها ايش؟ أو الأكسس بتاعها public. طيب عندي المين، الفويد مين في نفس الكلاس، اوكي؟ في نفس الكلاس حنقول انجر A، انجر B، وانجر return. حنقول number manipulator اللي هي الكلاس n، نعرف object اسمه n، هذا ابسط تعريف الاوبجكت، يعني نعرف ايش object n من نوع ايش؟ نفس الكلاس اللي ايش؟ number manipulator، هذه الكلاس هاي كويس.
اللي هو new لازم ندير new ايش number multiplier كويس ها new معناه كون جديد او كون object instance من الكلاس هذا يعني new من الكلاس هذا نوع هذا النوع كويس وهذا يعني object من new instance من شنو من الكلاس طيب ال n نوعها شنو اللي هو number manipulator كويس الكلاس نوع طيب ال value بتاعها new instance من هذا كويس هنايا كلاس هنا كلاس اسم وهذه يسموا فيها الكونستراكتور هاي يسموا فيها ايش الكونستراكتور او داله البناء بين قوسين هذه داله البناء لما تدير نيو محتاج الى ايش داله كونستراكتور الكونستراكتور هذه باي ديفولت داله البناء لايش لنمبر مانيبيوليتور هذا كله في الانهرتس في هذا كله موجود ايش في الاو بي ما نبغاش نخشوا فيه لكن انتم خذوا ببساطتها عندي اوبجكت ان اوبجكت من نوع الكلاس نمبر مانيبيوليتور كويس هنعمل عمليه كولينج ريك او ريتيرن القيمه اللي بترجع لي ان دوت فاين ماكس اللي هو A و B هنا درت عملية كولينج عن طريق الأوبجكت N واضح طيب كونسول رايت لاين اللي هو ايش ماكس فاليو ستار بيك يطلع لي الماكس فاليو از 200 عادي تو جايين ها فكلاس ثانية from another class والمفترض احنا ما نخشوش فيه الموضوع هذا لكن مضطر اني اخش فيه بعدين ليش؟ بعدين في الجي او اي جينا نفس الحاله هذه يطلع عندي مجموعه فورمز وكيف اني ندير اكسس لاي ميثود او اي اوبجكت موجود في فورم ثانيه او في كلاس ثانيه فنفس الفكره عندي كلاس اسمها نمبر مانيبيوليتور الكلاس هذه بدايتها هنا سكر هنا كويس فيها الميثود فقط متاع الفايند ماكس بعدين كونت كلاس اسمها تيست حطيت فيها ايش الفويد مين يبقى كونت كلاس ثانيه اللي هي كونت فيها ايش الفويد مين نفس البرنامج الاول هنايا عباره عن كونت اوبجكت نفس الطريقه الاولى ودرت لها عمليه استدعاء مدام هذا بابليك مدام هذا بابليك كويس نقدر نوصل له من كلاس ثانيه اذا كانوا هذا برايفت مش حنقدر نوصل له كويس بيقعد في نفس ايش الكلاس لا هو هذه البنيه متاعها زي ما هي انا استدعاء الاستدعاء هو انا الار اي تي او ريتيرن بتساوي ان دوت فايند ماكس نفس الطريقه الاولى لان كونت انت اوبجكت ها ضروري تدير اوبجكت ايه لانك انت بتوصل في فايند ماكس توصلها عن طريق وين موجوده هي موجوده في الاوبجكت هذا الان تحط بعد تحط البارامترز انت خذيت الاوبجكت باش توصل في الكلاس لازم تكون اوبجكت باش توصل في الميثود لازم تكون اوبجكت الداله وين تستدعي في نفسها قلنا الداله كيف تدخل في نفس الكلاس تستدعيها اوكي قلنا الداله لما تكون في كلاس ثانيه كيف تستدعيها الداله تو في حد ذاتها نفسها هي احتمال شنو تستدعي نفسها يعني داخل البادي داخل البادي بتاع الداله تقول تستدعي في نفسها نشوف الطريقه كيف لو انا عندي فيكتوريال المضروب مضروب اي رقم كويس تمام لو قلنا مضروب السبعه او مضروب الثمانيه نشوف الطريقه كيف عندي كلاس اسمها number
مونوبليتر بابليك فيكتوريال الدالة اسمها فيكتوريال نوعها انجر المدخل بتاعها انجر تمام هنقول له ايش انجر ريزلت اف نمبر اكبر من واحد ريتيرن واحد اذا كانوا بيساوي واحد واحد اذا كانوا يعني اكبر من واحد هتجي ايش بتقول له الريزلت فيكتوريال شوف هنا الريزلت فيكتوريال يستدعي في الداله نفسها بشكل مباشر نم ماينس واحد مضروب نم ريتيرن ريزلت تو هنا شنو يدير؟ تو شنو يدير هو؟ اخذ سبعه وخذينا رقم ثلاثة بياخذ رقم ثلاثة اوكي بيلقاها أكبر من واحد لا تساوي واحد حيخش هنا حيقول لي فيكتوريال ثلاثة ماينس واحد حيقول لي اثنين هذه اثنين بارامتر كويس هو اضربها في ثلاثة كويس باه هذه اضربها ثلاثة في اثنين اضربها كويس وبعدها بيقول لي الريزلت الريزلت هذه وين بترجع؟ الفانكشن دي بتخش طيب لما بتخش هنايا ففي كل مره تقدر تستدعي في نفسها هي ناخذ رقم أربعة كويس طيب حتبدا ايش ندخل أربعة حتجي هنا أربعة اللي هي 3 في 4 اللي تبدا أربعة وهذه 3 في 4 بس الثلاثة هذه بيستدعي الفانكشن قيمتها قداش؟ لا تقعد عندها أربعة هنا كويس هنا قعدت عندها أربعة هنا عندها أربعة أول حاجة بدأ بها تمام وهنايا دخل ثلاثة قش ثلاثة أربعة ناقص واحد ثلاثة باه هنا عندها دالة اسمها فيكتوريال عندها دالة اسمها ايش؟ فيكتوريال بقى الفيكتوريال هذه يستدعيها يستدعيها عن طريق شنو؟ يستدعيها عن طريق هذه نفسها بيجي يخش هنايا مرة جديد بيقول له بقى دخلت لي رقم ثلاثة ثلاثة بيقول له انت هذه النمبر ثلاثة وهذه اثنين ينقص هذه المرحلة الأولى أربعة وثلاثة بس ثلاثة خشت ثلاثة شو بتجيب؟ بتجيب مضروب ثلاثة في اثنين تو أنت عندك هذه أربعة أربعة باهي قاعدة عندك أربعة البداية كويس وبيضربها في قيمة ثلاثة في اثنين اللي هي الريتيرن فهمت كيف؟ يبقى هذه القيمة الأولى بعدين بيخش بها ثلاثة هنايا بيحسب الفكتوريال بيستدعيها بيقول لها ثلاثة في اثنين أول حاجة الفانكشن هنايا اللي هي فكتوريال قلنا عبارة عن شنو؟ عشان ناخذ نفس المتغيرات باهي شنو فيها؟ خلينا ناخذ نفس الاحتياجات اللي هي تساوي اف فانكشن ثلاثة معلش نو ماينس واحد ضرب أربعة أو ضرب نو جو واحدة واحدة هنا البنية بتاعها الفانكشن جيتني في البرنامج دخل برنامج قلت له أربعة خش داخل برنامج وحسبت الريزلت فانكشن يعني المستوى الأول ريزلت باهي تساوي الفانكشن أربعة ناقص واحد لا ضرب أربعة طبعا اللي بين قوسين هذا اللي يعرف عاد يحسبها الأول ما يحطش نتيجة حيقول أنا بس حيحسبها يعني يحسب لي الاول
يحسب هذا. يقول لي هذه راي الريزلت بتاعها عبارة عن شنو؟ function مين؟ مضروبة في ثلاثة. بالمثال وش اللي هي؟ يحسب هذه الريزلت واحد مضروبة اثنين. يقول له واحد راي واحد مزاح. طيب طب كده يقول لها استفهام، يقول لها راي هذه تساوي واحد. تجي ترجع انت هذه مضروبه في هذه تعطيك ايش؟ اثنين. بس اثنين هذه هنا تعطيك ايش؟ اثنين في ثلاثه بسته. طيب سته ترجع لك في هذه سته باربعه أربعة. هي واحد اثنين ثلاثة واحد. هذه اللي هي ريكيرس أو الدالة في نفسها. الدالة تقول تستدعي في نفسها هنا، وكل مرة ترجع قيمة لين تعطيني إيش؟ ريتيرن ريزالت. طيب لو استدعيتها هنا قلت لها عملية كولينج، قلت لها أوبجكت اللي هو N من نوع class number multiple letters، قلت له n، استدعيت الداله فاكتوريال وقلت له 7، حيعطيني ايش المخرج؟ 50 40 40 320 8. واضح كويس. نجي لموضوع اخر اللي هو كيف تمرر الباراميترز. تكلمنا عليه الميثود بقى. الميثود الباراميتر تمتعها عندها اكثر من طريقه. ممكن اني نعينها فاليو والفاليو متاعها ما تتاثرش، وممكن اني الباراميتر هذه تتاثر باي تغيرات داخل الميثود. باراميتر ممكن نمررها فاليو لكن الفاليو دي ما تتاثرش داخل الميثود. كويس. ممكن نخلي البارامترز هذه لا تتاثر، يبقى انا عندي ريتيرن للميثود وعندي ريتيرن قيمه ايش للبارامترز. حتى البارامترز ممكن يكون ايش فيها تعديل في القيمه وتصبح عندي لها قيمه ريتيرن. طيب وفي نوع ثاني اسمه اوتبوت بارامترز، هدايا من اوبجكت لاوبجكت او من كلاس لكلاس. كيف انني ندير مانج على بارامتر من كلاس لكلاس؟ شوفوا موضوع باسنج باراميتر باي فاليو. مين يقدر فيكم في البرمجه؟ زين ماني اوكي. نمبر مانيبوليتر كلاس بابليك حنديره void اسمها swap، اسمها ايش؟ swap اللي هي انجر x انجر y. انجر تم تم x، x بتساوي y، y بتساوي تم. قلبنا بدلنا ال x بال y فاستخدمنا متغير وسيط اللي هو تم، بحيث ياخذ قيمة x يحتفظ بها، وبعدين x تاخذ قيمة y، وبعدين التم هذا اللي احتفظ بقيمة x يحطها في قيمة y، وهيك ايش؟ عملنا عملية سواب او تبديل. كويس. نشوفوا هنايا void main في نفس الكلاس، في نفس الكلاس تمام، نشوفوا عملية البارامترز. حنكون object n من نوع number multiple letters، عندي integer a integer b. لا هذا ال n تقصد ولا؟ هذا هذا اسم الكلاس. لا الاسم الكلاس هذه ايه ضروري يكون نفس الكلاس. بالضبط ضروري يكون تقدر تغير اي اسم انت، هتسميه انت زي ما سميت انت النيم سبيس بتاعك كالكوليتر ابلكيشن. واضح كويس. طيب عندنا ايش؟ المين اللي هو الكلاس بتاعي اللي هذه ايش؟ نمبر مانيبيوليتر ان اوبجكت، كوننا الاوبجكت وعندي انجر A وانجر B.
واحدة قيمتها 100 واحدة قيمتها 200. نشوفوا عملية السواب كيف تتم. قبل عملية السواب وبعد عملية ايش السواب. هنايا خلينا المخرجات قيمة A كم و B كم. تمام؟ حيعطيني هنا تعطيني A اللي هي 100 وال B 100. طيب لما ندير عملية السوابينج بدلتني هنا في الميثود، قلت له N swap A B، دخلت له A ودخلت له B، مفروض تتغير قيمة A B كويسو، لكن فعليا هي تغيرت داخل الميثود، لكن خارج الميثود بعد الميثود ما عندهاش أي تأثير البارامتر، ما تأثرتش. نجي نشوف أفتر عملية سواب، أفتر سوابينج فاليو A وفاليو B، حنلقاها 100 200 ما تغيرتش. التغيير وين حصل؟ حصل داخل شنو؟ داخل عملية الميثود فقط وتم، لكن برا ما صارش تأثير في البارامتر، هنا ما صارش تأثير برا، ما صارش أي تأثير، وهنا في الميثود هنا ما عنديش أي ريتيرن void. هذه بروسيدجر، هذه نوعها void بروسيدجر، ميثود هذه بروسيدجر، واضح؟ يبقى عملية سواب. لو درت عملية ثانية هنا طباعة، درت رايت لاين اكس واي، حنلقى مقلوبات، حنلقى القيم مقلوبات، يبقى القلب صار وين؟ داخل الميثود، لكن خارج الميثود ما صار شيء. به مرات ثانية محتاج اللي الاكشن او اللي صار الاجراء اللي صار داخل الميثود نبيه يطلع برا، يعني نبي هنا حتى التأثير يطلع برا. نشوف الطريقة كيف. يبقى هذه باي فاليو، بارامترز باي فاليو، نشوفوا عندي بارامتر باي ريفرنس، نوع ثاني بارامتر باي ريفرنس. طيب نفس الداله لكن تغير شنو؟ ريف ار اف انجر اكس، ار اف ار اف انجر واي. يبقى هنا البارامتر من نوع ريفرنس، الاول ايش؟ من نوع فاليو. طيب نفس بنية الـ أو البادي نتاع البروسيجر نتاع السواب الأولى. ريفرنس مرجع هنايا. لا، طب نشوفوا. هنايا قلنا إن الإكس والواي أو الـ A والـ B، الـ A والـ B ما عندهنش ريفرنس، عبارة عن باسنج فاليو، يعني خذ فاليو A وحطها في الإكس، وفاليو B وحطها في الإكس. كويس؟ لكن الريفرنس يعني هذه كاين بيحجز اللوكيشن بتاع الميموري، خلينا من التفاصيل الثانيه من تفاصيل الهاردوير، لكن ان شنو الاي بتساوي اكس والبي بتساوي واي والعكس صحيح. في الاي في الفاليو، في الفاليو الاكس بتساوي الاي، الاكس بتساوي الاي، والواي بتساوي بي، الواي بتساوي بي، لكن شنو؟ الـ A لا تساوي X و B لا تساوي Y. اي في الميموري، اي في الميموري، يعني كل واحدة عندها لوكيشن، كل واحدة بروحها، يعني اللي تغير يصير هنا ما يتأثرش هذا. خدمنا القيمة بس، هن متغيرات أخرى، عبارة عن شنو؟ متغير خذيت فاليو من A X باي، ومتغير ثاني Y خذيه من شنو؟ من Y فقط، ومعاش ليه، لكن الريفرنس يعتبر مرجع ليه. أي تغيير ندير يعني X لازم من نرجع لل Y، لا نرجع لل X، نرجع لل A. أي X يدير تغيير فيه يرجع ريفرنس، الريفرنس اللي خذيه منه القيمة. كويس؟ كويس. يبقى هنا في عملية الريفرنس عبارة عن الاكس والواي ريفرنس للاي والبي. يبقى هنا نقدر نقول اكس بتساوي اي وواي بتساوي بي والعكس صحيح. والعكس اللي هو صحيح ان اي بتساوي اكس وبي بتساوي واي. قبل وبعد ايش؟ تنفيذ اجراء. قبل وبعد، قبل وبعد، فهمت كيف؟ اي في جزئيه من البرنامج توقفه
كل ستوب كويس هتلقى اكس بتساوي A و A بتساوي X قبل وبعد واضح؟ لا هذه في الريفرنس void الفويد هنا لا لا تقدر تدير اي 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 ميثود تقدر تدير ريتيرن هذه تبدا عندها ريتيرن فاليو سواب يتأتى كيف لا هذا موضوع ثاني ان هي ميثود الميثود هنايا هذا انسى بعد شوي لحظه الميثود لما نقول لك انا نوعها void يعني هنا بروسيجر ما عندهاش value return ما عنديش return كويس لو قلت لك انا هنايا انجر نوعها او دبل او string او اي حاجه هتبدا عندي داله هنا ضروري تكون عندي return return لشنو؟ للسواب هذه بروحها كويس لكن انا اتكلم على مستوى البارامتر سواء كانت void ولا انجر سواء كانت procedure ولا function method اي any method اي method كويس فشنو انت هنايا على مستوى البارامتر عندي بارامتر نوعين واحد فاليو اللي هو التعريف العادي نقول له انجر اكس انجر واي وفي عندي باي ريفرنس بحيث ان القيمه الاي والبي تتاثر كويس واضحه الفكره تمام هنا نشوفوا قبل السواب اي وبي عباره عن 100 200 نشوفوا بعد السواب وعملية ريفرنس حتى الاستدعاء ريفرنس حتى الاستدعاء ريفرنس ريف A ريف B حتى عملية الكولينج لازم تكتب ايش نوعه انه هو ريف تمام يبقى عندي ايش 200 100 يبقى ال A وال B اتأثرت نتيجة شنو وجود الريفرنس نشوفوا البارامتر باي اوتبوت عندي كلاس اللي هي نمبر من بليد بابليك اللي هي void get value out انجر x انجر temp 5 و x تساوي temp يعني حطها بقيمة 5 دخلها بقيمة وتطلع ايش بقيمة كويس انجر هنايا 100 كونسول رايت لاين الاي الفاليو بتاعها ايش 100 هذا قبل عمليه الكولينج حندير ان جيت فاليو اوت اي هنايا افتر ميثود كولينج ايش قيمه اي حتطلع لي 5 لانها اتغير قيمه اي حتى في الاوتبوت تتغير نفس عمليه الريفرنس في الاوتبوت هنايا هي نفس فانكشن او نفس البارامتر اللي هي في عمليه الريفرنس فقط في حاجه واحده فقط ان هذه الميثود ان هي تستخدم نفس البارامتر النتيجه بتاعها هتطلع 100 100 100 تطلع هنا 100 100 في كلا الحالتين لو انت ما درش اوت خليتها خليتها شنو انجر فقط انجر اكس مش حتى أكل. طيب نشوفه هنايا تفصيلا اكثر طبعا هنايا في نفس الكلاس انا في نفس الكلاس استخدمنا الاوتبوت نفس الريفرنس كاننا مستخدمين الريفرنس نشوفوا هنايا الاوتبوت بطريقه اخرى لو قلنا داخل يعني داخل الميثود درنا عمليه درنا عمليه ادخال يعني x convert to integer console read line ودخلنا عملية Y اللي هو convert to integer console readline دخلنا
عملية إدخال X و Y. خذينا قيمة X وخذينا قيمة Y اللي هي إيش؟ 7 و 8. كويس. قلنا هنا أنجر A و B وعطيني value قيمة ابتدائية للـ A والـ B. كويس. جري X وجري Y في نفس الوقت إيش؟ قال لك هنا Enter مجرد ما دار عملية calling اللي هي الفانكشن هذه دار عملية calling get values جري X وجري Y فقال لك هنا Enter first value Enter second value اللي هي 7 و 8. بعدها هنايا بعد عملية الكولينج بنشوفوا قيمة الـ B والـ A. هذه بواسطة إيش؟ الـ out. لو درنا انجر انجر هنا بروحها حيطلع لي صفر. حيطلع لي صفر. مش حيدير عملية باسنج. مش حيدير ريفرنس. مش حيدير ابديت للـ A والـ B مش حيدير. لأن الـ A والـ B مش معروف قيمة الابتدائية شنو. عادي عادي. لا هنا بس هنا هو هنا يعطيك مثال بسيط مش انت بعدين لما تحتاج لبرامج فرعيه او برامج اكبر او انك انت تبني ميثود في كلاس معينه خلاص الميثود هذه بنيتها في كلاس معينه ما عادش تقدر ما فيش داعي انك تنسخها وتحطها في كود مره اخرى فهمت كيف؟ يعني الفكره مش حتى في الميثود والفرق مش يسهل لك البرنامج صحيح صحيح الفكره انك تشوف انك تحتاج البرنامج لتنفيذ استدعاء جديده قصدي هي لو ندير برنامج تقدر تلاقي اكس وواي تمام تمام وما قدرتش تنفذ البرنامج بعدين تساوي اكس وبي بتساوي واي قدرت ان اي بتبدا انت في نفس الواحد في نفس المتغيرات انا ده 7 8 يطلع لي 7 8 حتى بيتغير ايوه الفكره منها انت في ميثود لما تبنيها ميثود بهي في بعض البارامتر تبي تتغير فاليوز نتاعها تديرها هذه ريفرنس في جزء من البارامترز ما يهمكش تغير فاليو نتاعها ديرها انجر فهمت كيف ممكن هنا التطبيق عملي فانت مثلا تبي على سبيل المثال بتدير اتصال بقاعده البيانات كويس وبتقول حققت الاتصال ترو او فولس هذه ريتيرن للميثود لكن انت شنو تبي؟ تبي مثلا معاها اسماء الجداول اللي موجوده في الداتابيز فهمت كيف هو؟ جي نفس الوقت البارامتر اللي موجوده يعطيك اسماء الجداول لانك انت دخلت لسترينج كونكشن بروفايدر يدير هو اول شيء تست كونكشن يقول لك اوكي كونكشن وفي نفس الوقت يدير لك ريتيرن عن طريق الاسم اللي هو استخدمته بروفايدر كنوع سترينج يدير لك ريتيرن ليست التيبلز يعني بميثود واحده فهمت؟ سبيل المثال يقول له انت مثلا كونكشن اسمها كونكشن سموها لوحة بوليان وكونكشن كويس ورايح تحط له سترينج لكن قبل تحط له قبل ريفرنس كويس وتقول له ايش؟ بروفايدر او اكس انت داخل البادي بتاع الواحد بتاع الكونكشن اول شيء يقول له اوكي البروفايدر اللي خذيتها راه كونكشن ترو الكتير بتاعك تساوي ترو معناها قاعده البيانات موجوده صلت به فالستب اللي بعدها اف اذا كان في نفسها نفس الشرط تقول له ما اعطيني شنو البروفايدر بتاعي اللي نوع سترينج تساوي ليست اوف شنو تيبلز المرة اعطيني تيبلز المرة انت درت ريفرنس حصلت حاجتين حصلت ليستا بالجداول حصلت ايش؟ ان الكونكشن صحيح الاريز مصفوفات عندي في السي شارب كيف نعرفها؟ نحط الداتا تايب ونحط القوس المربع array name ببساطه
كيف نحط قيمة ابتدائية للأري أو نعين الأري الرينج بتاعها؟ تو هنا الري مفتوحة، هنا الري مفتوحة. طيب هنايا الري نوعها دبل اسمها بالانس، بس طول الري قداش؟ الفيكتور الأحادية هي طولها 10. نيو دبل 10. واضحة؟ لا ما تقدرش هيك. تقدر مثلا انت تعرفها هنا بتقول دبل بالانس. اوكي ودي فاصلة منقوطة. وبالتالي تحط تتعرف فيها زي ما مثلا انت عرفتها هنا مفتوحة، في اي جزئية من البرنامج تحط لها values. هنا اسمها بالانس. والنيو دبل هذه عبارة عن شني؟ كرييتد، انشاء جديد. فهمت كيف؟ نيو دبل 10 طولها 10. واضح؟ نشوفوا الاساين فاليو تو ان اري، كيف انك تحط فاليوز ارقام فعليه مش طول. طول عرفناه اللي هي نيو دبل 10 او نيو انجر 10. المثال الاول دبل مفتوحه بالانس وقوس، هذا العنصر الاول، العنصر الثاني، العنصر الثالث، يبقى فيها ثلاث عناصر 0 1 2 قوس المجموعه وبيناتهم فواصل عاديه. أنا لا 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 ضروري هيك تخليها فاضية وبعدين أتعرف أنا شنو. لا لا مش زي، مش زي هنا تشبه تشبه الجافا. لو تشوف الجافا تلقاها شبيهة بالموضوع هذا، تشوف ديلفي حتى تلقاها شبيهة بالموضوع هذا. أوكي دبل بالانس نيو دبل اللي هو ايش؟ 10. العنصر الاول اللي هو 0. هنايا 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 مش تعريف، هنايا العنصر الاول في قيمه كذا زي ما درت هنا. العنصر الاول حطيت فيه قيمه دي. كويس. انجر ماركس نيو انجر اوكي كاوبجكت هنايا هي مفتوحه، لكن درت لها نيو انجر 5 فيها 5 عناصر. بين الخمس عناصر هذين فتحت لهم قوس المجموعه وحطيت لهم الفاليو. هذا يساوي الاسم بعدين بالضبط. طيب بعدها عندي انجر ماركس نوع ثاني طريقه اخرى نيو انجر، وممكن ما تعينش دير لها نيو انجر وتحط القائمه. كويس طريقه اخرى انجر ماركس نيو انجر المجموعة هذه، وفي نفس الوقت ايش تقدر هالماركس هذه هي نفسها، طبعا هذه هي نفسها هذه، لكن بوضح لك ان لما تعرفها ممكن تنقل الماركس هذه في وحدة ثانية انشأتها، تاخذ كأنها الصيغة هذه بس بصيغة او باسم سكور. هذينا عملية الاساين او تعيين لكلمات الفاليو. الاري element دبل سالري بيساوي بالانس 9. سبيل المثال elements يعني السالري بيساوي بالانس 9 قيمته 9. عدد العناصر لا الفاليو. انا قلت لك دبل دبل سالري يعني متغير اسمه سالري بنحط فيه قيمه ايش؟ احد العناصر في بالانس. هذه مش مصفوفه، هذا متغير، هذا فاريبل. حطيت فيه قيمه العنصر التاسع من بالانس. كيف؟ النتيجه 9 انا بالضبط. فهنا تو شوف
عندي array my array class، عندي ال void، درت انجر عرفت class عرفت array انجر ان new انجر 10 وحطيت الاي والجي. نستخدم for، عندي initial value i تساوي 0 اصغر من 10 وانكريمنت للاي. طيب بنحط هنايا، بنحط هنا اللي هو ان اي بيساوي اي زائد 100، كل مره كل كل 100 كل عنصر بنزيده ايش؟ بنزيده 100. طيب العنصر الاول يبدا من 0 زائد 100، الاندكس بتاع زائد 100. بعدها هنا خزنت، درت عمليه تخزين او انشاليزنج او انشاء للفاليو بتاع عناصر المصفوفه. هنا عندي عمليه الاخراج، ندير عمليه اوتبوت لعناصر المصفوفه، حنقول من 1 لعند 10 واطبع لي عنصر عنصر. تمام، الزيرو اللي بين قوسين اللي هي تمثل الجي اللي هو من 0 لل 9 او من 0 لل 10، وعندي ايش الان اللي هو ان جي اللي هو يمثل قيمة شنو؟ المصفوفة أو قيمة عنصر المصفوفة. هنا يطبع لي من 100 إلى ايش؟ 109. النيو انجر 10، قدرت انشلايز ايش؟ ب 10 عناصر. انشأت 10 عناصر. هنا ان از ان اري، الان هذه از ان اري اوف 10 انجر. 10 عناصر. لا من 0 لل 9 قلت له 10 من 0 لل 9 وقلت له 11 من 0 لل 10 يحسب في الصفر، الصفر ديما احسبه الاندكس. اي برنامج فيه يقول لك اندكس استخدم اندكس لازم يبدي ديما يبدي من الصفر، يعني من اقل واحده، هو بيحاول يستخدم الريسورس نتاع او اقل ريسورس من الداتا. طيب بنوصل لعند الاري فور اتش، تكلمنا عليها من بكري اللي هي فور اتش لوبس. عندي انجر اللي هي نفس البرنامج الاول، نيو انجر 10، هنايا فور انجر درت لها انشلايز، حطيت تعيين قيمة الـ N أو قيمة الـ Array اللي هو كل مرة نضيف لها في 100. بعدها عندي إني استخدمت الـ For Each في عملية الاستدعاء. شفتوا ما بسيطة هنا، عبارة عن Integer J N N، يعني عندها متكونة من حاجتين، Integer تعريف نوع الانجر، وهنا موجود أو تعريف الـ Object هذا شنو هو أو المتغير، وهذا ضمن المتغير هذا ضمن شنو؟ ضمن الاوبجكت الاخر. يبقى المتغير اللي هنا ان متغير اكبر، يعني العنصر اللي هنا يحتوي العنصر الاكبر، كويس؟ العنصر الاكبر اللي هو الاري ان. يبقى فور اتش حيبدا من اول عنصر لاخر عنصر، انجر اي بتساوي جي ماينس 100. هنايا عبارة عن i بيساوي integer اللي هو j minus 100، هيطبع ال i وقيمة ايش؟ ال j، لأن قيمة ال j حياخذ قيمة ال value بتاع كل عنصر موجود في n، كويس؟ حياخذ n 0 n 1 n 2 n 3 n 4 n 5 n 6 n 7 n 8 n 9، كل واحد حياخذ ايش ويحطه في ايش؟ في ال j، كويس؟ طيب القيمة هذه ناقص 100، جي ناقص 100، وحياخذ الاندكس بتاع الاي. قال يبقى هنا شنو الموجود عندي؟ element اللي هو 0 يمثل اي اللي هو الاندكس، وعندي الفاليو اللي هي عند الواحد تمثل كل عنصر في المصفوفة اللي هي جي، كل عنصر في المصفوفة. فور ايتش لوب. اي فور ايتش لوب. ان List option.
اي اوبجكت اي عنصر هذه الصيغه من تحت كويس يبقى اوتوماتيكيا كل ما ايش النظر هذا اعتبرها انت ايش ليست ليست اوبجكت كويس اي عنصر قائمه من العناصر مجرد ما تدير فور ايش حتبدا من اندكس زيرو وحتاخذ الفاليو لو جيت انت قلت له برنت او رايت لاين او بي تي حيطلع لك ايش الفاليو اللي هي بتاع شنو؟ بتاع الليست اوبشن واضحه كويس سهل دير فور حلقه بالضبط فهنا مجرد ما ترجع مره ثانيه تاخذ الليست واحد وتستمر اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه لعندك انت واضحة الفكرة؟ هذه فكرة ايش؟ الـ 4H عندنا موضوع اللي هو المالتي دايمنشن نختوه المحاضرة الجاية أو الأسبوع الجاي نكتفي بهذا القدر